الاكسسوارات الرجاليه سواء كانت خواتم، بريسلتس او نكلسز، او خلونا نقول القلوب اللي يلبسونها الشباب، اصبحت جزء اساسي من حياه الشباب اللي عندنا هني بالكويت، شيء مكمل من كماليات حياتهم. تبون تعرفون اكثر عن الاكسسوارات الشبابيه؟ تابعوا تغريدنا هذا وراح تعرفون اللي اقصده. شوفونا. قلنا لكم راح تعرفون اكثر واكثر عن الاكسسوارات الرجاليه وعن النيو ترندز بالاكسسوارات الرجاليه. استاذ جو حياك الله معنا. مشكور على الوصله فيكم. استاذ جو الله يحييك. لو نسولف وانت حكى عن الكولكشنز اللي موجوده عندكم هني في المحل، يعني كلنا نعرف ان الشباب يحبون الكماليات هذه، يحبون الاكسسوارز هذه، لكن انت كرجل عندك خبره وانت مبحر في هذا المجال، سولف لنا عن شنو يحبون الشباب. وقاعد اشوف كولكشن جدا جميل قدامنا، سولف لنا عنه شوي. اهلا وسهلا فيكم اول مره. ونحن الكوليكشن تبعنا تقريبا كله ستانلس ستيل جولري. هلا لانه تغير المعادن، صار عندنا معادن غير ستانلس ستيل جولري اللي بيكون معدن كثير قوي والشباب كثير حابين هالايام. ونحن في عندنا كذا كاتيجوري بالكوليكشن. في عندنا ماركه ماكاتي الهاي اند كواليتي، واللي براند ايطاليه هذه كلها مدينة إيطالي. والمكاتي في كل قطعة عليه حبة ألماس، و يعني very high end، وفي عنده تشكيلة وفينيشينج كل شيء كومبلي. زين خلينا نقول إقبال الشباب عليها، يعني شفنا الشباب يلبسون شغلات مصنوعة من الجلد، شفناهم يلبسون شغلات مصنوعة من الربر، راح تورينا إياهم أنت بعد شوي. بس ان الاكسسوارز اللي تحتوي على دايموندز او الماس، اقبال الشباب عليهم شلون؟ ما عندهم مشكله، بالعكس عم يحبوا الالماس يكون عليه، لانه اوريدي الالماس اللي عليه منه كثير. كيف ما عم بتشوفها مثلا فيها حبه الماس، صح. او بيكون عليه حبتين او ثلاث حبات. فاللي بعرفه شباب قاعدين مثلا يقول لك والله ابي البزمات نفس الحزام، مزبوط. نفس الساعه، وش قاعد تصير عندكم هذه؟ صح. وانت خلنا نقول ك ك ك كشخص مختص في هذا المجال، قاعد توجههم تركب لهم كولكشن ولا شو اللي قاعد تسوي؟ والله اوريد الشباب مزوقين، يعني ما في داعي نعطيهم الذوق، بس هن اصلا جايين يختاروا اللي بدهم. يعني اذا بضلوا بيحتاروا بالقطع، نحن بنوجههم انه هذا الكولكشن مع هذا الشغله. جو انت كلمتني وقلت لي انه راح نوصل حق الرابر كولكشن، وراح تسولف لي بتوسع اكثر بطريقه، يعني خلينا نقول اكثر عن الرابر كولكشن. سولف لي عن الرابر كولكشن. الرابر كولكشن هو اول اكسسوارز بلشوا للشباب. ورابر كولكشن ضد المي، في تلبسها على البحر وكل مكان. فالواحد اللي يلبسها ممكن ينزل فيها البحر، سبور، السباحه وغيره، ما تتاثر ولا يصير فيها ما شيء. بتاثر شيء. اوريدي ستانلس ستيل عليها كفاله سنتين، احنا كل قطعه عندنا بالمحل في عليه كفاله سنتين. حلو. كيف ما عم نشوف الرابر كوليكشن عنده كمان مكملات تبعه فول. في عنده الحزام اللي فيه عليه حبه الماس، حبه الماس كهي موجوده بالنص هذه اللي بالناس. فحتى النظارات هذول مثلا اللي يحب يلعب ووتر سبورتس، او انه مثلا ينزل حداق ولا طراد ولا جيت سكي، ممكن انه يلبسهم وما يتاثرون وما يصير فيهم شيء، لانه من رابر. من رابر كوليكشن. حلو. صح. هذا الرابر كوليكشن. انزين انا ابي اخذ جوله اكثر واكثر بمعرفكم، بس معك راح نسولف على كوليكشن، راح تفهمني كلها، يعني كل شيء شنو يفرق عن الثاني. تكرم. مشكور جو، ما قصرت. اهلا وسهلا فيك. بوكس سالم محمد.